في أثناء منادات الأسماء للخريجين مر اسم الخريج أحمد نادر الشويش يتخرج من الجامعة الإسلامية بغزة وهو ابن القدس ومبعد وحق علينا أن نحييه ولأمهاتنا وإخواتنا أن يكونوا مكان أمه وأخته في التحية. فإن غاب عنك الأهل نقول لك كلنا أهل لك يا أحمد، وإن شاء الله ستعود ونعود للقدس من غزة من هنا بإذن الله تعالى. ونحن باسم الجامعة الإسلامية بغزة نرسل تحية لأهل أحمد في القدس الذين يتابعوا الآن أحمد وهو يتخرج من هنا، ونقول لهم ها هي غزة العزة اليوم تحتضن أبناء القدس، وغدا إن شاء الله سنكون معكم في القدس نصلي في المسجد الأقصى المبارك. فالتهنئة كل التهنئة لأحمد ولأهله ولأبناء شعبنا في القدس وفي الضفة الغربية وفي الداخل الفلسطيني وفي مخيمات الشتات، فكلنا شعب واحد. فتهنئة لأحمد بهذا النجاح وألف مبروك.